العصر امبارح كان في ناس بلطجيه جم على البوابات شدوا مع الناس اللي واقفه على البوابات عايزين يدخلوا بالعافيه من غير بطايق. طبعا هم احنا بنأمن الاعتصام طبعا امن الاعتصام فبيأمنوا الاعتصام فبقول لهم بطايقكم ما رضوش اروح. احنا اهل المنطقه احنا من المنطقه هنا وازاي انت تقول لي بطاقتك وكده يعني. فقالوا لازم بطاقتك احنا بنقول كل الناس حتى الناس اللي مننا. فالمهم شدوا مع بعض ورجعوا ولقينا بقى حاجات كده بتفرقع فينا وخرطوش وحي وطوب وازاز من كل ناحيه من على الكباري امبارح حوالي الساعة 11 بالليل لقينا هجمة علينا ضرب بالخرطوش كويس وبالإزاز والتوف والحاجات دي. الكلام ده امبارح بالليل واحنا جايين مظاهرة سلمية مفيش فيه أي مشكلة. والله كده مشكورين على راسي من فوق بس أعرف إيه اللي بيحصل وأعرف العيال ده بيحصل إيه. ده إيه ده؟ إيه ده أنت؟ إيه ده؟ لا لا